الحرفيين في الصناع ديال فاس والصناع ديال مراكش انهم زادوا علينا بزاف الزياده ديال النحاس والفضه، وحنا كنطلبوا واحد النداء. حنا يعني بائعين وتجار ديال السوق القريعه ديال النحاس وديال درب السلطان وديال الحبوس، كنطلبوا من الناس الحرفيين والصناع ديال فاس انهم ياخذوا بعين الاعتبار، والناس مسؤولين ديال يعني ديال الفضه وديال النحاس انهم ياخذوا مع هذا عين اعتبار لينا، انهم يصاوبوا معنا شويه في الثمن، انهم يقادوا معنا. كنطلبوا من الناس المسؤولين انهم ياخذوا معنا بعين اعتبار، انهم شويه يشوفوا من جهتنا، وكنطلبوا من الناس المسؤولين اللي يعني الصناع الحرفيين ديال فاس. يعني مثال دابا السلعه انها بدات كتزاد في الاثمنه بزاف، وحنا دابا رغم ذلك يعني داز هاد كوفيد تقريبا كتزاد حتى ل 50 درهم حتى البياسه، يعني 50 درهم كتزاد في البياسه الصغيره و100 درهم كتزاد في البياسه الكبيره. هادشي اثر على البيع والشراء ويعني والحرف ديال الصناع التقليديين ديال النحاس والفضه انها يعني متدهوره بزاف، يعني انها متدهوره، ويعني وكاين هاد المشكل حتى دابا ديال البيع والشراء شويه ناقص، يعني البيع والشراء شويه ناقص متدهور. كاين هذا المشكل دابا، يعني حتى الحمد لله الجاليه المغربيه هي داخله، ولكن ما كاينش داك التنافس ديال البيع والشراء. وكنطلبوا حتى واحد النداء، ملي كنطلبوا من هذا النداء من سوق القريعه، كنطلبوا من حتى الناس ديال المسؤولين الكبار ديال دار الضرائب انهم ياخذوا بعين الاعتبار ديال الحرفيين، لان الحرفي والبائع والشراء ديال الصناعه التقليديه انه راه تدهور، واحد التدهور كثير وصعب. يعني داك الشيء اللي كاين، ارتفع الثمن ديال السلعه، وكنطالبوا هذا النداء يعني من هنايا خاص التجار خاص يعني المسؤولين الكبار ديال دار الضرائب، كنطالبوا منهم انهم ياخذوا واحد عين اعتبار ديال الصناع والحرفيين، شويه يديروا معاهم واحد التعامل، لان راه بزاف راه صيفطوا لهم واحد التكلفات كثيره. ما بقيناش اننا كنبغوا نمشيو لفاس، كنبغوا ناخذوا السلعه، كنلقاو يعني ان السلعه زايده بالثمن اكثر من القياس، كتكون ماشي في التناول ديالك، لان الانسان الزبون كيجي يعني كتقول ليه ان السلعه راه زايده وداك الشيء ما كيتقبلهاش، ما كيعجبوش الحال. يعني مني انا وجبد دابا بحال مثال دابا هذه كنا كناخذوها بمثال ب 600 درهم، دابا ولات دايره 700 درهم عندهم تما، يعني تخوشيغ بزاف كثيره، يعني ماشي سهله. نتوما بغيتو شويه تخفف لكم ثمن السلعه الجمله باش حتى الزبون يتخفف. داك الشيء اللي كاين، حتى الزبون شويه من الانسان، يعني لان حتى الناس دابا يلاه داخلين من اوروبا، تا الناس ديال اوروبا مساكن شويه راكي عارفه مع هاد كوفيد ومع هاد سميتو شويه القضيه، الله يحسن العوال لينا وليهم مساكن، تا هما الله يدير لهم تاويده الخير، تا هما راه ما كرهوش. حنا بغينا الحمد لله الزبون يمشي فرحان، الجاليه المغربيه تمشي فرحانه، لان حنا عندنا ناس يعني عندنا كليان من الجاليه المغربيه، وحنا عندنا تا ولاد البلاد. كنشكر الناس المسؤولين ديال عماله الفيضه درب السلطان، والامين ديالنا الله يجازيه بخير الحاج طاهر فريحي، انه يعني هو اللي وقف على هذا الاصلاح ديال سوق القريعه، ودار واحد المجهودات كثيره، كنشكروه من هذا المنبر السي الحاج طاهر فريح الامين ديالنا ديال سوق القريعه الله يجازيه بخير. وكنشكر المقاطعه ديال 21 ديال سوق القريعه، منهم سعاده القيد لانهم يعني كيسهروا علينا، والقوات المساعده منهم السي محمد، ومنهم الدراري كاملين الله يجازيهم عنا خير. وكنشكر ناس شوف تيفي الله يجازيهم عنا خير.